وظل الملك مستيقظا. سألته زوجته: لماذا لم تنم يا سيدي الملك؟ قال الملك: أشعر بأرق شديد ولا أستطيع النوم. وقف الملك مع زوجته في شرفة قصر كبير، وهناك سمع صوتا عذبا يأتي من فوق الأشجار. قال الملك: لا أروع هذا الصوت. شاهدوا يا أبطالي البلبل والحرية. درسنا البلبل والحرية. أنس سماك ماهر، كان يرى بلبلا جميلا يقف على غصن شجرة يغني فرحا ويقول: حريتي حريتي. نصب أنس شبكة للبلبل فصاده ووضعه في قفص جميل. في قفص جميل. شاهدوا هذا البلبل أمامكم. أيضا خذنا شبكة ووضعنا في قفص جميل. حزينا. ممتاز. طب رياضيه.